بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله في مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين في قسم الدراسة الاجتماعية بالصف الخامس الابتدائي. نستعين بالله سبحانه وتعالى في وحدتنا الأولى في الدرس الثاني مراجعة وحل تدريبات الدرس الثاني المقومات البشرية لقيام الأنشطة الاقتصادية. هذا الدرس يشمل من صفحة 30 إلى 39. نستعين بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم السلامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفنا ويكفكم شر كل ذي شر وأن يمن الله علينا وعليكم بالعافية. طيب الأهداف. أولا لا بد أن نركز في أهدافنا ونرمي إليها سهامنا حتى في نهاية درسنا نكون قد حققنا أهداف هذا الدرس. أن يعد الطالب المقومات البشرية لقيام الأنشطة الاقتصادية، لا تنسوا عددها 5، أن يقومها، وهذه من الأسئلة المقالية التي يأتينا في الاختبارات. أن يعدد الطالب أنواع وسائل النقل والمواصلات، أن يتدرب الطالب على الإجابة عن الأسئلة المقالية والموضوعية بدقة، خاصة الأسئلة المقالية التي تحتاج منا كتابة. نستعين بالله سبحانه وتعالى. هيا بنا نبدأ. السؤال الأول: ما المقصود بالأيدي العاملة؟ عرف الأيدي العاملة. ما المقصود بالأيدي العاملة؟ والسؤال الثاني في التعريفات: ما المقصود بالأسواق؟ أو عرف مفهوم الأسواق. الأيدي العاملة مجموعة من العمال القائمين بعمل ما، مثل العاملين في الزراعة أو العاملين في الصناعة. ما المقصود بالأسواق؟ هي الأماكن التي يتم فيها البيع والشراء لمختلف البضائع سواء داخل الدولة أو خارج الدولة. هي مكان للبيع والشراء، وهي الأسواق. طيب ننظر إلى، نفتح مع كتابنا صفحة 30 وقوم بقراءة فقرة مخطط مقومات البشرية، المقومات البشرية لقيام الأنشطة الاقتصادية، قراءة صامتة ثم أجب عن الأسئلة الآتية. نعم، المقومات البشرية هم 5، سنعيدها مرة أخرى. سؤال مقالي: عدد المقومات البشرية، أذكر المقومات البشرية لقيام الأنشطة الاقتصادية. 1 الأيدي العاملة ونركز عليها، ثم رأس المال، وسائل النقل والمواصلات، التقدم العلمي، الأسواق. برأيك أي هذه المقومات الأهم في قيام الأنشطة الاقتصادية؟ وهي نعم الأيدي العاملة هي أهم المقومات البشرية لقيام الأنشطة الاقتصادية. ثم نفتح كتابنا صفحة 39، عدد المقومات البشرية لقيام الأنشطة الاقتصادية. عدد المقومات البشرية لقيام الأنشطة الاقتصادية، وهي 5 التي ذكرناها: الأيدي العاملة، رأس المال، وسائل النقل والمواصلات، التقدم العلمي، الأسواق. كررت معنا هذه المقومات البشرية كم مقوم؟ 5 مقومات. أنواع النقل والمواصلات كما نرى في الصورة أمامنا هي إما أن تكون مائية، وإما أن تكون برية، وإما أن تكون جوية كما نرى أمامنا في الصورة. ثم نبدأ نقسم في هذه وسائل النقل أو أنواع النقل الموجودة. طيب أنواع النقل كما ذكرناها مرة أخرى في كتاب صفحة 39، أنواع النقل: إما أن يكون النقل المائي والنقل النهري والنقل الجوي. إما أن يكون مائيا أو يكون نهريا، مائيا أو بريا أو الجوي. البري معروف، إما وسائل النقل كما نرى أمامنا سياراتنا، وكذلك الباصات، وكذلك أنواع مختلفة ومنها المترو. الجوية وهي الطائرة. هذه القيمة الطيبة في يومنا هذا المبارك وفي أسبوعنا هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك
واستعن بالله ولا تعجز. ولا تعجز يعني استمر في العمل، ولا تعجز وتتأخر وتقول إن المدى طويل والشغل كثير، فما دمت صممت في أول أمر أن هذا هو الأنفع لك واستعنت بالله وشرعت فيه فلا تعجز، فلا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. نسأل الله لنا ولكم أن يكون الله معنا ولا يعجزنا شيء في الأرض ولا في السماء. عرف المصطلحات الآتية: الأيدي العاملة والأسواق كما ذكرناها سابقا، وهذه من الأسئلة المقالية التي لا يخلو منها الامتحانات. ها، ما هي الأسواق وما هي الأيدي العاملة؟ هي مجموعة العمال القائمين بعمل ما، العاملين في الزراعة أو العاملين في الصناعة. الأسواق أماكن يتم فيها إيه؟ البيع والشراء، يتم فيها إيه؟ البيع والشراء لمختلف البضائع أو السلع، سواء داخل الدولة أو خارج الدولة. نعم، بما تفسر أهمية رأس المال، أهمية رأس المال لقيام الأنشطة الاقتصادية. طيب، تنفيذ المشاريع ودفع تكاليف الإنتاج وشراء المواد، وكذلك دفع أجور العمال، وكذلك دفع أجور العمال. أهمية طرق ووسائل النقل بالنسبة للإنتاج الاقتصادي في العالم: تربط بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك، نقل المواد الخام من مناطق الإنتاج إلى مناطق التصنيع. هذه أهمية وسائل النقل وأهمية رأس إيه؟ رأس المال. وهذه أسئلة مقالية أخرى. أما أن يكون، إن لم يكن بريا فقد يكون جويا. إذن هناك المقومات البشرية هي الخمس التي أخذناها سابقا وكررناها معنا: أهمية التقدم العلمي، دقة زيادة الدقة، زيادة كمية الإنتاج، توفير الوقت والجهد، الحفاظ على البيئة. أنواع النقل إما أن يكون مائيا أو نهريا أو بريا أو هوائيا أو جويا كما نذكر. النهري يسمى برضو بري، فهذه هي التي أمامنا. وفي النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.